نقف مع حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أخرجه الإمام الترمذي عليه رحمة الله وصححه الألباني عليه رحمة الله من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال: غلت الأسعار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا. قال: المسعر هو الله، القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى ربي أو ألقى الله، وليس أحد له علي مظلمة في دم أو مال، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لأنه الكلام في الأيام دي كلها، أي تركب الحافلة العيشة بجنيه، تركب البص العيشة بجنيه، تخش السوق العيشة بجنيه، ده موضوع الونسة وموضوع الكلام والنغاش الأيام دي في كل المجتمع. وفي هذا الحديث العظيم الذي نطق به النبي عليه الصلاة والسلام فيه إرشاد للناس ماذا يفعلوا إذا غلت الأسعار. فأنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلت الأسعار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية في المدينة، يعني شوف الأسعار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ارتفعت، غلت يعني ارتفعت. فقالوا: يا رسول الله سعر لنا، يعني خذ تسعيرة واحدة للتجار. قال: المسعر هو الله. وبهذا يتضح للناس أن غلاء الأسعار ورخاء الأسعار بيد الله تبارك وتعالى. فإذا غلت الأسعار الناس يرجعوا لله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الجزئية الثانية قال: المسعر هو الله، القابض أي الممسك، الباسط أي الموسع، الرزاق الذي يتكفل بأرزاق العباد. فده إرشاد نبوي وربط الناس بالله. فتاني بعد دعا: ما علينا إلا نرجع إلى الله ونسأله أن يخفف عنا. ما هذه شغلة بيد الله تبارك وتعالى. وأنا بجي بوريك السبب في غلاء الأسعار في البلد دي، لأنه كثير من الناس يقول لك طبعا الاقتصاد والتضخم والخطة الربع وخمسية. يا أخي ما كده، دقيقة، أنت قرأت القرآن؟ لو قرأت القرآن تجد أي ابتلاء نزل على الناس بما كسبت أيديهم. ربنا يقول في القرآن: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شوف، ما قال ملابسهم، قال ما بأنفسهم، لأنه الشل في النفوس ده صعب. ودائما العقائد الخربانة هي بتكون قاعدة يعني معشعشة في النفوس. قال: حتى يغيروا ما بأنفسهم. وربنا يقول في سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم، أي ما بهم إذا كانوا في رخاء وفي رغد من العيش، لا يغيره إلى أو إلى في غلاء حتى يغير ما بأنفسهم. الناس تغير الشيء في النفوس. وأنا بجيك لبعض الشيء في الكتب وفي عقائد المتصوفة التي هي السبب الرئيس. والله شوف، ما بنعرف سبب ضيع البلد دي زي الصوفية والأخوان المجرمين. والله ما في يا أخي، عليك الله، فيديو الخنجر ده براو، الخنجر البليد الضال المضل اللي بيقول شيوخنا بنزلوا المطر. نزلوا العيش، نزلوا الرغيف، انتوا بتنزلوا المطر من السماء، العيش في الافران ما قادرين تنزلوا. يا صوفيه، يا محتالين، يا دجالين. قال شيوخنا بنزلوا المطر، بنمشي للشيوخ، بندفع القروش، وبيقول ياسين بتنزل الامطار، وحواشتين سوا.
واحد دفع والثاني ما دفع، المطر ينزل بها جاي وانت ما بتنزل بها جاي، والمطر ذاته بالدعاء على حسب الطلب. عليك الله الفيديو ده براو ما كفيل بأن وربنا رحيم وربنا حليم وربنا كريم. شوف ناس يسيئوا إلى الله ويتألوا على الله وينطقون بالكفر بالله وربنا حليم، هو ما دام بقت بجنيه مش كويس وربنا ما عدم مره واحده بجنيه، والله كويس ما دام بجنيه وموجوده احسن، لانه في فترات ما كان في عيش اصلا، والله في فترات زمان ما كان في عيش، عشان كده ربنا قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. نغير العقائد بتاعت الصوفيه الف الشيوخ الليله، معظم اتباع الطرق الصوفيه معتقدين في شيوخهم انهم بيتصرفوا في الكون وانهم مالكين الكون. طيب العيش ده ليه ما دارين ينزلوا؟ الصوفيه ده ما قالوا بيشتغلوا 200، بس انا داير اعرف الصوفيه بيشتغلوا 200، وده كلام باطل. ربنا قال في القران برضو، ربنا يقول في سوره الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الشيء اللي حصل ده كله ترى بشغل الصوفيه ده، والله بسبب الصوفيه، وده واحد صوفي اسمه الحلاج، ده صوفي قديم مدحوا البرعي عليه من الله ما يستحق. البرعي قال الجماعه، والحلاج ده اسمه الحسين ابن منصور، قتل في بغداد مرتدا، قتلوه كافر. العلماء في الزمن ده جزاهم الله خير لانه شافوا كلامه ده باطل، وانا بديك كلامه اسمع شويه، الكلام ده مما تفتح الغلاف، لما تكفروا كل كفر في كفر في كفر. والله ده الحلاج الصفحه 36 بس كده، شوف اسمع الكلام ده واحكم. ده سدى ما بخلي الرغيف انت مش تبقى بجنيه، لو حبه القمح بقت بمليون لما 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 لا تسريب، ما في ما اصلا ما يعني ما بنستغرب، لانه كذا شوف الناس بيقولوا شنو، عشان ما يجيك واحد اخو مسلم يقول لك الصوفيه ديلها للتقابه، تقابه مولعه في راسك يا مجرم، ديلها للتقابه كذا. شوف الكلام ده الصفحه 36، تعال امسك المايك ده. الكتاب ده اشتريته هسه من الدار السودانيه قبل شويه ب 90 جنيه، والله ب 10 جنيه ما ينفع، لكن نعمل شنو عشان نوري الناس ونوصل حقيقه الصوفيه والناس يعرفوا حقيقه الصوفيه، لابد ندفع قروش ونشتريه. والفاتوره هذيله كمان قال لي خالص مع الشكر، يا اخي شكر، شكر على الكفر، شكر على الكفر يا صوفيه. في الصفحه 36 ده الحلاج ذاته المدح البري قال اسمع، ده الحلاج قال كفرت بدين الله، ده الحلاج قال كفرت بدين الله والكفر واجب علي وعند المسلمين قبيح. شفته ده الحلاج ده براوي هذا الكتاب، قال كفرت بدين الله والكفر علي واجب وهو على وعند المسلمين حرام. ده باقي لك الامور الثانيه، العيشه لو بقت نص مليون في تسريب وبتستغرب. والبرعي مدح الزول ده، البرعي مدحه، وده سبب البليه، ده سبب البليه. شفته ما لم الناس يكفروا بهؤلاء الطواغيت ويبينوا للناس ضلالهم وانحرافهم، والله امورنا بتمشي لقدام ابدا، عشان ما يجيك واحد يغشك، عشان ما تتغشى. ربنا قال في القران ولو أن أهل القرى آمنوا، يعني وحدوا أهل القرى كلهم يؤمنوا ويوحدوا الله تبارك وتعالى، لا شيخ لا قبة لا ضريح لا ولي لا صالح لا طالح يستغاث به ولا يستعان به فيما لا يستطيع إلا الله، ولا يدعى مع الله ولا يحلف به مع الله ولا يطاف بقبره، بعد ذاك الله بنزل عليه البركات. لكن ما دام في شرك زايدة وكفر زايدة العيشة حتبقى ب10 جنيه وانت لسه ما شفت حاجة، لسه ما دام الناس ديال قاعدين وبينشروا في العقائد اصلا ما تستغرب ابدا انه الاسعار تغلى وتزيد وتبقى بمليون. عشان كده الناس تكون حريصة
واعية. ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ده القرآن يا زول، ده القرآن. نحن نقول لك بالقرآن، نخاطبك بالقرآن، ما دار تقتنع؟ يقول لك شنو يعني؟ أديناك الآيات وأديناك الأحاديث، تاني نعمل لك شنو يعني؟ ربنا في القرآن قال وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال تقول للناس نادوا الله براو، قالوا بيتضايق. اعتمدوا على الله براو بيتضايق، يتوكلوا على الله براو بيتضايق، لكن بيفرح 200 لما نقول له ديل الفراس للكون حراس اللي بيرفع راسه ليه هو يواسه. كذابين قطعية ما بتعملوها. نرفع راسنا بالتوحيد، انت زول مسكين ولا شنو؟ نحن نرفع راسنا بالتوحيد، عبيد لله ما عبيد للشيوخ، عبيد لله. لا بنعبد قبة، لا بنعبد ضريح، لا بنعبد بيت، لا بنتوكل عليه تميمة ولا حجاب، بل نتوكل على الله ونتوكل على الله ونلتجئ إلى الله ونستغيث بالله وندعو الله وربنا الله الذي بيده آجالنا وأرزاقنا وكل شؤون حياتنا بيد الله تبارك وتعالى. ما في شيخ طريقة يقدر يتصرف فينا. مش انت بتكورك ليه؟ مش شيوخك قالوا متصرفين في الكون؟ خليه يطلعنا من سوق ستة. والله قاعد لك هنا شفته مسمار شرشر. لما تقوم الساعة ما بنخليك أبدا يا صوفي يا مجرم يا ضال تنشر الشرك وتنشر البدع. انتوا سبب الغلا ذاته، انتوا سبب الغلا وسبب الأمراض وسبب الأوبيا. شرك بالله تبارك وتعالى. الخنجر قال شيوخه بنزلوا المطر، نزلوا العيش، نزلوا العيش. يا كذابين يا محتالين يا مفترين. المطر بينزل الله. ربنا قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ربنا قال في القرآن أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. يا زول شوف الآيات دي قوية كيف. نحن نخلي القرآن ونمشي إلى كلام عبد الرحيم الزريبة؟ انت يا زول ما عندك عقل؟ الجزئية الثانية أول دار أقف معها الثانية وبفتح المجال لأخونا ضحوية. آي الصفحة 67، الصفحة 67 من كتاب ديوان الحلاج الذي قتل مرتدا في بغداد يبوح بالكفر. وكان اسمع كلامه عشان ما تكورك. قال على دين الصليب يكون موتي ولا البطحاء أريد ولا المدينة. ده الحلاج المدح البرعي. قال على دين الصليب يكون موتي، وفعلا مات مرتد الجماعة أطلعوا فيه فتوى. قال على دين الصليب يكون موتي ولا البطحاء أريد ولا المدينة. قال لا دائرة لا مكة لا المدينة. ده الحلاج، ده مدحه، ده شيخ البرعي. الحلاج ده شيخ البرعي عشان ما تتغشى. دي حقيقة التصوف، ده التصوف لا علاقة له مع الإسلام، وهم سبب كل بلية جاءنا في البلد دي. غلا جاينا بسببهم، وهم فاتوا لأمريكا هناك. الصوفية فاتوا لأمريكا، فاتوا قبل أيام لأمريكا، قالوا أمريكا رضيانة عن دين التصوف. ويا خيبة التصوف إذا كان أمريكا رضيانة عليكم، لأن ربنا قال في القرآن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. دينك لو ما فيه فرقة يا صوفي ما كان نادوك، ودينك لو ما فيه خلل ما كان جابوك ولا كان كرموك. زي ما قال حمد المنتصر، قال مشينا قعدنا مع الإدارة الأمريكية الصف الأول. انت قالوا جامع، شنو الصف الأول مع أمريكا؟ الصف الأول بين يدي الشيطان. قال والأمن القومي الصف الأول، والكونغرس الصف الأول، والكنائس الصف الأول. كل واحد تشابهت قلوبهم كما قال الله تبارك وتعالى. ده دين التصوف يا زول، ما تتغشى. أصل ما يغشك أخو مسلم ولا غيره ولا بلاغاتي، والبلاغات ذات صوفي بتاع العفش وغيره من أهل البدع. إياك ثم إياك تحذر. الكلام يطول ونقدم شيخنا ضحوية ولفضل مجزية ماجور. السلام عليكم.